بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة اكسسوارات مدام هويدا بحييكم، والنهاردة هنشوف ازاي نعمل قاعدة للكوب زي الشكل ده كده. ده قاعدة كوباية او كوب من الخرز الشفاف اللي هو السداسي ده، على بالغرزة السداسية، او ممكن برضو ينفع قاعدة للمج. تعالوا بينا نشوف هنعمل مقاس 10، وهستخدم خيط السنارة مقاس 60. يلا بينا نبدأ. وطبعا عندي المقص اللي هقص بيه. قصيت الخيط وحطيت فيه 6 خرزات عشان انا هعمل غرزة سداسية. تعالوا نشوف 6 خرزات بالشكل ده كده. هبدأ اعمل العقدة بتاعتي، العقدة كده. احاول اخلي الطرفين قد بعض، واحاول اشد الخيط عشان العقدة تدخل جوه الخرزة دي كده. دخل الطرف ده كده، كده العقدة دخلت في النص، بقت كده ايه، غرزة سداسية. في اليمين الطرف الشمال ما بحطش فيه خرز. اعملها بالابيض. دخلت كده 5 خرزات هنا في الطرف اليمين. الطرف الشمال اخليه زي ما هو ما فيهوش خرز، وهعمل العقدة كده. وهدخل الطرف الخيط ده هنا في الخرزة الزرقاء دي كده. كده انا عملت اول غرزة على اول خرزة، 6 على اول خرزة دي. هجي بقى في الخرزة التانية واعمل غرزة سداسية. عندي هنا خرزتين، يبقى انا عايزة 4. هدخل 4 بنفس الطريقة. هعمل على كل، يعني عملت هنا على الخرزة دي غرزة، وعلى الخرزة دي غرزة، على ال4 خرزات دول هعمل 4 غرز سداسية بنفس الطريقة كده، وارجع لكم تاني. عملت انا كده 5 غرز. عندي هنا 3 خرزات اهم، هدخل عليهم 3 خرزات ابيض بالشكل ده كده، وابدأ اربط واعمل العقدة كده. ادخل دي كده، اصبح عندي كده 6 غرزة سداسية ب6 غرز، 6 خرزات ب6 غرز. هبدأ اعمل ايه، انا كده طلعت من هنا، طلع من هنا الخرزة دي، كل خرزة هلاقي عليها 2 توأم، فيبقى هنا هعمل غرزة سداسية. هحط 4 خرزات عشان تبقى 4 على 2. هدخل 2 ابيض و2 ازرق. كده عندي 6 اضلاع، لان ده شكل سداسي. على كل خرزة هعمل خرزة،
فيبقى كأن اتنين كده، هزود بالشكل ده كده، زودت واحدة ازود هنا كمان واحدة، عندي هنا خرزتين هدخل 4 خرزات وبالترتيب، واحدة زرقاء وواحدة بيضاء وهكذا. ارتفع بواحدة تاني عشان تبقى 3. انا كده هبدأ، بدأت الصف التاني. الصف الاول كان 6 خرزات، الصف التاني كان 6 غرز، هبدأ بقى الصف التالت على كل غرزة من دول هزود غرزة. فانا كده خلصت الغرزة دي ودي، كده هكمل بقى بالشكل ده كده. هنا طلع عندي 3 خرزات، هحط عليهم 3 خرزات. هكمل بنفس الطريقة، هنا يبقى عندي 2 خرزات هحتاج احط 4 عشان هنا طلع من الخيط طالع من 2 خرزات بس، يبقى محتاجة 4، محتاجة واحدة زرقاء وواحدة بيضة وهكذا 4. طلع من 3، هنا طلع من 3 يبقى انا محتاجة 3. هنا الخيط هيطلع من 2 من 2، يبقى هضيف 4 خرزات زي ما قلت لكم، مرة 3 خرزات ومرة 2. هنا هيطلع من 2 يبقى هضيف 2، ضفت 4 خرزات عشان كان عندي 2، يبقى كده 6 بالشكل ده كده. بقى عندي هنا 3 خرزات هحط 3، يعني هعمل ايه، هعمل العقدة كده، ما اقصش طبعا الخيط علشان ما يتفلتش الخرز، وهحاول ادخل الخيط كده في بقية الخرزات وامشيه علشان ايه يديني متانة وما يتفلتش الطريقة دي كده. انا قصيت الخيط خلصته وبكده هدخل الخيط الجديد اهو، ما كان طالع من هنا كده، نخلي الطرفين قد بعض بالشكل ده كده واكمل. هنا عندي 2 خرزات يبقى انا فاضل لي 4، هنا الخيط هيطلع من 3 خرزات يبقى انا ناقص لي 3 خرزات. نعم طلع كده من 3 خرزات، هكمل عليهم 3، حطيت 3 خرزات اهم وهعمل العقدة. كده الشكل السداسي بتاعي عملت 3 صفوف، اول صف كانت غرزة سداسية 6 خرزات، والصف الثاني كان 6 غرز، الصف التالت عندي كده كام زاد، في كل خرزة زادت خرزة، كل غرزة زادت غرزة، يبقى هنا عندي ادي اول ضلع 3، وادي هنا 3، وهنا 3 3، كل ضلع من دول هزود غرزة زي ما عملنا في الضلع في الصف التالت، هنعمل الصف الرابع. تعالوا نشوف، حطيت 4 خرزات وهنا 2 يبقى كده ايه 6، يبقى كده اهو اول ضلع عندي 4 غرز. بنفس الطريقة اللي عملنا فيها هنا التالت هعمل الرابع، هزود في كل ضلع غرزة، خلصها وارجع لكم.
بكده انا خلصت الشكل السداسي بتاعي، وده الخيط اللي فاضل. انا هحاول اتخلص من الخيط ده ان انا همشيه في كل الخرز بالشكل ده كده، وبعد كده ايه في الاخر اقصه علشان بالشكل ده شكل سداسي 4 صفوف. هنا الصف الرابع الاقي هنا اربع غرز في كل ضلع، لان ده شكل سداسي ليه 6 اضلاع. هنا بقى المج بتاعي بحطه كده او الكوباية، ونفس الشكل ده نفس الشكل برضو سداسي. وكده عملنا ايه القاعدة بتاعت الكوب او القاعدة بتاعت المج من الخرز السداسي الشفاف ده، مقاس 10 بيتباع بالكيلو بالغرزة السداسية. بكده الفيديو بتاعنا بيكون انتهى، بتمنى انه يعجبكم، ما تنسوش اللايك والشير وحبايب.